واي فاي كيف يعني؟ سبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ أنا ما مصدقش. لا وإيه؟ ده فتح سايبر يا وقع مربربة. هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا أمريكا. حاجات إيه يا كبير؟ ده محل بتاع نت، يعني شات تلقي، داونلود تلقي، فيسبوك تلقي، لعبة تلقي. لعبة عليك بطنك يا بعيدة. الناس ناقصة لعب ولا إيه؟ ما ناس ملقحة على القهاوي طول اليوم عتلعب كاستين أو ضمنة وبرغوتة، وانت مالك انت مال الحاجات دي؟ ايه اللي مفرحك ده؟ يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا احنا لا؟ البلد كلها تكوم ودوار العمدة دوار الكبير كوم تاني. تعالي يا حبيبتي، تعالي جاري هنا، تعالي. ايه انا قلت نت ايه؟ مفيش نت. قلت نت ايه؟ مفيش نت والله. صح، نت في المزانيطة؟ لا والله دي حق جزرة وقطمها جحس. يا ساتر، السلام عليكم. هي الشاشة، are you crazy؟ عمر اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. هو دي النت؟ yeah. على كده الساعة بكام عنديكم؟ just one جنيه. جنيه؟ يا بلاش. طب حسك ده اديني ساعة نجربها. اوكي توماس. يا جهزت ثلاثة. اوكي يا كم فروم هير؟ كم يا ناسي جونينج؟ ايه خير؟ ايه تعرف تشغل النت ده؟ اه كنا عملها معاك. ايوه بسيطة. هيشتغل بده؟ ايه ثانية واحدة. هاي واتس جوين اون براذر؟ ايه المشكلة؟ مشكلتي تقعد تضحكوا علينا ولا ايه؟ ميتة وأنا قاعد على الجهاز. الساعة قربت تخلص. النت بتاعك وده ما بيجيش. ما بيجيش طبعا، هو اوريدي على الجهاز. بص دوس على دي. اها اها، ده انت في البوستيري خالص. أه. طب بص ركز معايا، ده اسمه ماوس. ايوه فار. ايوه بص بصبعك ده دوس عليه كده. بص اهو. ايوه فوالا. ايوه ايوه هعمل ايه بقى؟ بص بص ركز معايا كويس، اعمل زي ما بعمل. ها بس تفرفش كده بقى ليك اكونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سيجوني؟ يعني انا ديلوك عندي اكونتي على الفيسبوك؟ هري نجحت نجحت. انت بتقفر ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكونت على الفيسبوك، مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط الصورة ليك وتكلم الناس كلها من كل أنحاء العالم يبقوا أصحابك، تشوفهم صوت وصورة وتتكلموا مع بعض. إيه ده؟ إيه؟ رجالة ونسوين؟ So weird. آه رجالة وستات. يا حبيبي يا نت، بس في مشكلة. أنا ما عنديش صورة، ممكن تصورني؟ يلا شور. ده ما فيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ايوه ده الفيسبوك. ايوه حبيبتي يا جولي، حبيبتي بحبك يا جولي، بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معانا، هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل، كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك، ما تاخدش فلوس. اللي هي لا بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمده الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπήκε, που αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Πάλα πίσω από τη ευκαιρία το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα
ξεκίνησαν από το τι είδε χώρο ο Μάξουελ που άφησαν δευτερόλεπτα να... الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا اتفضل يا كبير اتفضل اجيب لك ايه ايه الزيطه دي يا زويل مين من يلعب مع مين البارسا والانتر كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير جبنا الدريم بوكس ايوه جاي صباح الخير يا كبير صباح الزفت يا دبر النحس معمل الارض اما تلعب انا بتشات يا كبير ما تاجي خد لفه معاي لفت عليك عقرب يا بعيد جابت اجلك ايه يا رجال بقيت اقولكم نتيتي كملتوا الارض والاشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع جوني ديت طيب وعز الجلال الله انت خمام انا نشك ثلاث مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت والاستكسخ سليم بس انت بس تعبان قوي مين ده اللي تعبان اللي هجيلكم بالليل وادمركم شوف والليل ده بعيد يا فرحة امك بيه منور يا كبير يا ريتك جاب الذكر بط احسن وكمان خسران واخد على قفاك لا يا كبير مش خسران انا خسرت جوله لكن لسه المعركه ما خلصتش جاتك النيله خد يا تعقول خير يا كبير امر جناب ايه واهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي امال ايه يا كبير ده حتى الحريم بيقولوا يا جع المزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه بيه ايه يا بو قصدي ان هو عامل لهم ساعتين الصبحيه للحريم وقريب جوه هيفتتح ركن العائلات ايه النت دي اللي جايلنا على قرع عايمه دي ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي اوي اوي ثانكس برو على السؤال اتفضل في النص بتاعي يا ساقع البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده والناس مخها تخن واحنا ما ناقصينش قصدك مخها كبر برو احنا في 2010 يعني النت بقى من اساسيات الحياه زي الاكل زي الشرب زي السوشي زي التان وطول عمرنا عايشين من غير زفت ده الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنت دلوك بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك ثانيه واحده ده انت غلبان جدي الكبير قوي ملوش علاقه بالنت داد كان خاربها 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 بوه حتى الكبير قوي طلع نتيت نتيت ده كان نتيت وعطيت بقول لك كان خاربها برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقه بالنت الام اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجه عن النت مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لاهل بيتك انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش اخلص انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه بس كويت انا اياك كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي نت بيتي وفي اوضتي وعلى سريري كمان يا ولد علي قلتي هلطقي اخر مره يا كبير ما هعملش كده تاني وحياه راس ابوي قسما عظما يا هديه لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لان مكسر البيت كله على نفوخ شفت تعال حد شافك وانت جاي لا وطي صوتك وطي صوتك ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب وحل حاضر يا كبير انت جيت يا كبير ايوه جيت احضر لك العشاء لا لا واكل واكل خشي نام انت طيب يا كبير ايوه عم بتعمل ايه عم بتمرن طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر قلت لك طافح طافح خش نامي طيب يا كبير احضر لك الحمام يحضروا كفنك يا بعيده يحضروا كفنك بعيده فين المخفي ده انت فين يا سوف انا هنا قدامي قدامي في يا كبير هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله
اسمع يا انت، اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوك لازم ان يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا 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 بس يا دي عشان تفضحنا. انا كنت عاوز اتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي. بس كده؟ بس وجعت قلبي. اقعد اقعد يا كبير، دي حاجه بسيطه. امال ايه الدخله اللي مطينه الطين دي؟ اقعد اقعد، دي حاجه بسيطه قوي. رايح فين يا مخبل؟ امسكت اقعد هنا. هو انا غلطت في حاجه يا كبير؟ لا سمح الله. ده كرسي كبير يا هتير. اقعد علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغله عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو مفيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. مفيش مشكلة لو مفيش. به 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 به، ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله، وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا نهزره سوا، انت مال اهلك؟ ما تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة أجزاء، لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد، الشاشة والفارة ويطلق عليها أيضاً الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقة أو الباور، وهنا هننتظر لحظات صغيرة إلى أن يبدأ التحميل أو اللودينج. وعندما يبدأ اللودينج ننتظر قليلاً إلى أن يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ إكس بي أو الويندوز. فاهم يا كبير؟ يا وجع مربربة. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكوا تقطعوا بعض، عاوز فحت، ريل فحت. انجوي. Two enemies left. انقر انقر انقر. ايه يا مخبل انت؟ شايف لي فاروجة شمرطة قاعدة قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، انا قصدي انقر الايقوني. انا عارف الايقوني. لا يا كبير انت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك دبل كليك؟ ها شطور يا شطور يا كبير شطور. شطورة اللي ما عندكش تمييز. كبير المزاريطة يتقال له شطورة. يا كبير يا كبير انت عارف كل حاجة لوحدك. بص الإجابة ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها. يلا يلا قول لي الماوس رايح فين. يلا فاجئني، قول لي الماوس رايح فين. أقول لك فين ولا تزعلش؟ مالك قاعد عم تتلوك في القرموط في المي؟ ليه عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، انا فاهم دماغك صح. انت محتاج معاملة خاصة، انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو. يا رب بارك 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 ويزيد وخدي. يا بوي تضربني بالسكينة يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابد لي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقة. طب وتضربني بالسكينة ليه؟ بتتمهزك بيا؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فرفر حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. دي كم كام؟ تنين تنين. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا بيه ناس سماعيل. حاسب يا سماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر. اما من الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبله يد، اضرب القنبله يد يد. خيانة خيانة يا رداني. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها فتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. غداري انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابن انت؟ انت بتعرف البطولة ايه؟
ايه يا رجالة؟ حسكوا هيعلب دوار كبير قوي ولا ايه؟ والله عال رجالة بشنبات عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك؟ طول عمركم حبايب واخوات. ايه انا جاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون عضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك التارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفلة بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده يا رب تبارك 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 وتزيده رست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي يلا انا عارفك غلط روح حب على راسك. يلا يا فواز حقك علي يا فواز انا غلطت في حقك وسائل لي اجراني. عارف يا فواز انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما تقولش كده يا نجاتي. عارف انت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا ولاد انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى رأي المثل ما محبة إلا بعد غباوة. أيوة صح يا نجاة أنت غبي كله من المدعوق اللي اسمه النت دي. من النهاردة مفيش نت في المزاريطة فجوسة وقطمها جحش. أيوة وعلى رأي الشاعر إيه أوه لو سألوني بينا رجالة بينا رجالة. تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع؟ يا جماعة المكان اللي اتدمر ايه؟ لفهلا نستة نقفها ميسي 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 والجون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطاله في المديق. مين؟ أنا جابر يا كبير. أنا نايم يا جابر نايم أنا نايم. بس دي أمر مهم قوي يا كبير. أبقى أدلالك يا حبيب موضوع ما يستناش يا كبير. انطر عاد قلت لك بعدين يا اخي راجل تبت. تعالوا لي بقى ده انا حشيلكم الطين. جوماني عاد ما سكتش قلت لهم الشغل بالمرجع عادي ما ينفعنيش ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير؟ يعني راجل كبير صح لكن عصب بلك انت. انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب. جاني حمزه وقال لي حاجه غريبه قوي قوي قوي. ايه حاجه غريبه قوي 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 دي؟ قال لي انهم لقيوا خزنه خزنه قديمه قوي من ايام المرحوم الكبير قوي ورثها عن جدود جدود جدوده. ايه ايه وبعدين؟ وهم بينفضوا الخزنه كان عليها تراب ياما، التراب ده دخل في نقاشيشي، قوم ايه؟ عم جابر عم جابر انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح؟ ليه؟ بليز بليز قصر، فين الخزنه دي؟ في المخزن. حلو قوي. انت الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجي لك حالا. يحطوها في البوبي؟ وندرفول. زي ما اتفقنا يا كبير، كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا. توكلنا على الله. اهدى بحبك يا كوكي وبوسه كمان الكبير قوي. كوكي دي القيامه قامت يا ولاد. وإن كوكي ده اسم بلدي قوي. أنا معاكو. بص خلي ده من نصيبك أنت يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ كل دي عقود جواز باسم كبير قوي؟ ده عقد باسم سناء عبيد السيد بنت عبيد السيد. أيوه وده باسم نبوية حامد أبو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت ليت مي جاس
بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله، وعرفت كيف؟ سوبر باور. ولسه الله يخرب مطامك يا كبير، ما فيش واحدة في البلد لما حطيت عليها داد. بابا 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 بابا. الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء، لن أنساك. حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص، هو ماليش على الحكاية دي بصراحة. يوردات كان زير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير، يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان. الله يكشفك يا بوي. اهدى. هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ماني عارف يا هتير انت ان صندوق حديد. هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه، ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب، ما نمشي زي قواعد ما بتقول. مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. 8 قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. انك صعد عليه. هات يا عم. 8 نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسيوا الأساس. قالوا له الأساس ما كان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط، حاجة مخول. نقط وخطوط، نقط وخطوط، بس أنا فهمت. إيه ده؟ سحر. سحر كيف؟ سحر. ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي. معروفة، الراجل اللي بيطلع الفرودة من تحت باطه ويطلع الأرنب من البرنيطة. لا، مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه إلا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا وليه؟ لان تلبس على اخر الليل. الله اكبر، الله اكبر. بعيد بعيد، سامحوه ما يعرفش. حسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا وليه؟ حداك كلمه زينه قوليها، ما عندك اسد كتمه. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد، هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق. انا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. ضرب خياره وقطمها جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الاساس. دلوا الاساس مكان السطح موجود. لا، الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. انا بقى حاسه ان الحل في ال3 كلمات المكتوبين باللغه الغريبه دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان ال3 كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا، بص، ال3 كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سكات السفرة، الشنطة اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجملة الاخرانية اللي انت بتقوليها دي 4 كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه ال3 كلمات دول؟ بص انا مش عارفة، بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجة. اي جاري في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقة التعمدية بين السطح والأساس. السطح هو سطح البيت ده، والأساس هو أرض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا إن في البيت ده في 4 أركان ب4 نقط، وفي المزاريطة كلها 4 أركان ب4 نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. ال8 نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمة بينهم هنلاقيهم ال8 نقط دول هيودونا ل8 أماكن مختلفة. ال8 أماكن مختلفة في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعة مع أي خطوط تانية، لكن لو إحنا مدينا خطوط متقاطعة معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطة دي. والكلمة الوحيدة اللي محدش أخد باله منها في اللغز ده هي حارة
ودارت. هي ايه؟ حاره. يعني ايه حاره ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطه دي والغروب بيخرج من النقطه المعاكسه ليها اللي هي دي. لو مدينا خط بين الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بينقطعش غير مع خط واحد في نقطه محدده قوي، وهي النقطه دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا اخي، ده الكلام اللي في الصندوق اسهل كتير. جوني ما تقوليش ان انت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح ان الهري اللي انت هريته من شويه ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطه دي. نو واي نو واي، المفتاح يكون هنا. جوني انا حاسبها قدامك اربع مرات. بص امشور المفتاح هنا. توماس انا العمده، ما ينفعش ابقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلي هيبقى ويرد. لا ما تخافش، احنا مش هنحفر هنا، احنا هنحفر جوه. ار يو كريزي؟ الناس جوه عيانه. شوف شوف الراجل بيموت اهو اهو، نعمله زي دست ودوشه، انت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كمون، المفتاح جوه. جوني ايه دمار يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربرب دي؟ هو الشيخ شديد ده اتأخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمة ولا حاجة. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم ولي. مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهت كبير. شفت عرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده، جدي الكبير خالص وهو عم يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أني قنقف. قول اللغز بيقول إيه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطة منهم. أنت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود. حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. إحنا شاكين كده يا مولانا إن الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وإن فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده إحنا جينا لك عشان تفكلنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من أيام الجدود في الصندوق موجود، وحيفضل ممدود لحد ما يقول العوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وحنفك القيود دي كيف يا مولانا؟ نعرف الأول مين الجن اللي مقرمط عليه ونسأله عايز إيه؟ وحنعرفه كيف؟ نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا راجل يا مخبل أنت؟ ها؟ براحتك، ده باينا يبقى مرار طافح. نركز بقى شوية مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. أنا اللي حاسبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركة اللي هعملها دلوقتي لازم تعمله زيها بالظبط، واللي هيغلط أنا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مرة تعمل لي مفاجأة وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو، انت فاهم خير. انت بعتالي في حاجة؟ انت مزعل الناس الحلوة دي منك ليه؟ مفيش عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبة؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبة يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كبارة وما تفرقش معاه المبالغ التافهة دي.
احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا تلاتة. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا اشده. وبعدين زمان الخمسة وعشرين الف دول كانوا ضلع. انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضو. الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضو يا عم جديد. وانا اقدر برضو يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلت لك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوه قوي كده جبرت. عشان خاطرك انت بس اشده. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شد. مع السلامه يا سمره. ها ايه رايك بقى يا عم؟ اظن كده خلصت لك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كان يوماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك انا هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعة 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول. وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، انا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك. بس انت متأكد يعني ان الصندوق هينفتح وهنول المراد؟ حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنت الساعة 12. طب يعني اعمل ايه؟ فضي الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفارة ولا غبارة، وانت عارف عندي حساسية. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعملي اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن زي الزفت. على فكره بقى انا توصلت لحاجه، مش خط التقاطع ده كان مودين على نقطه؟ النقطه دي هي نقطه الشرطه. وانت مصمم تودينا اي داهيه وخلاص؟ مش مكفيك ان العنبر كله دخل العنايه المركزه بسببنا؟ انا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرج ده، وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش اوعى. طب معلش، مش انا قلت لكم يا جماعه ان اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. انا بقى متاكده ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الهيروغليفيه دي. ووصلت لحاجه؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس ثلاث او اربع رموز كده هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصهم. محروق السحر على الشعوذه على شورتك يا فتايه. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها عارفه والحكومه عارفه. وانش عرفني يا كبير. فين زفت الصندوق ده؟ اهو صندوق اهو يا كبير. هكسره. كسر ايه يا مجنون؟ سيب مش من حقك. بس فهمت. فهمت ايه يا جحش انت؟ اللغز الثمان نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من اسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. صدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحته اللي فوق والاساس هو الحته اللي تحت. اكزاكتلي. طب وايه موضوع ده لولا الاساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمه كده بتتقال في الاخر عشان الناس تتوهم ويبقى في جو سسبنس. اقعد افتي اقعد افتي بعرفك ده.
وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه. لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاماً من عمري، وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف، وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب؟ ولكن ليست هذه هي كل ثروتي التي تركتها. الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي، وانا اخد الاتنين جنيه ده. هم يعملوا كام يا توماس؟ About 2500. لا لا خليهم لك. بس انا حلفت الحروف اللي ناقصة. صنع في الصين، صنع في الصين. رجال الكرام معنا اليوم. استنى يا جوني، ظهر في حاجه مهمه. اي ادور ذس فيلم، سو شفته اكثر من 100 مره لسه لغايه دلوقتي ما زهقتش منه. توماس ار يو كريزي؟ جوني سوري، انت مش مقدر حجم المسؤوليه اللي انت بقيت فيها. ايزي مان، تقدر تقولي انت بالك قد ايه يا عمده؟ يعني لايك حبه حلوين. اوكي الحبه الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ ناثينج. كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه، وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس. اوكي ام سوري، من النهارده هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان. هابي كم اون، البلد فين؟ اه صح البلد. انت نسيت ان انت عمده؟ نسيت ان العمده ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته اتواصل معاه شويه؟ سيب الموضوع ده عليا، انا عندي الحل. سبيريت ما الميديا، الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله. انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبه اللي عاملاها في الناس؟ ده حتى هنا في مصر الميديا عامله شغل جامد قوي. عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك، عارف اتباع منه كام قطعه؟ 2 مليون قطعه ومضروبين. ده المزاريطه لوحدها شاريه ولا 10,000 قطعه. اوكي طب يو نو ان الدمبلز ال 3 كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجله؟ عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا السهر. يعني انت عايز نعمل فيلم؟ واو انا بطله يا جوني. اوكي بطله ايه وفيلم ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناه المزاريتا تشانل، جول مش كده؟ الفكره دي جامده جدا. بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس، لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب، يعني اعلانات سبونسرز. انا موافق بس خلي الموضوع سيكريت. عن مين بالله العيال دي عم تطبخ في حاجه؟ ادينهم سابوه على الحال ده. ود 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 ود. طب واحنا مالنا؟ ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، خلينا في حالنا يا كبير. بص يا جوني تعالى توماس، بص اللوك ده كويس بس ده احسن، حاسه اوريجينال اكتر صح؟ ثانية واحدة. رايت بصراحة يا جماعة انا عاجبني اللوجو الاولاني. بس اللوجو الاولاني يا جوني حاساه عادي يعني مش التاني احسن بكتير على فكرة. ايه ده؟ انتوا مالكوا؟ انت طلعت بره الموضوع خالص، وانت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا صاحب القناة، انت شغال فيها، اعرف حجمك يا توماس، انا ممكن ادمرك. اوكي كام داون، الحكايه مش مستاهله. بعدين احنا اتفقنا من الاول اي حاجه ليها علاقه بالستايل والفاشن. اوكي اشلي عملتي ايه مع شركه الستلايت؟ هم لسه باعتين ايميل حالا بيقولوا فيه ان الدفعه الاولى وصلتهم من البنك بتاعهم والتردد بتاعنا اتحجز. جريت كده يبقى ابتدينا الجد. كده مش فاضل غير هدرس يجيب التصريح اللي بقالها اسبوعين واقفه، مش فاهم انا ليه هم معطلنا. التصريح وصلت. شفتي كم مهندس كيف؟ كان داخل صوتك في البهيمة. عندك حق يا كبير، بينهم مرقدين على مصيبة، بس انت عارف قرار الموضوع ده تلقاه كيف؟ كيف؟ أنا أقول لك. انتج يا كفور. انتج أقول إيه؟ يعني ماني وقتش تعترف. عليا اهلا اهلا يا كبير، خطا عزيز، انا ورت المخزن. افلم عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي مشويه عيقل. اديله قد ايه؟ لا مش كتير، اديله ساعتين زمن دلوقتي. اه قد ايه هيموت طالع من الميه يا هدير؟
ده مهما كان يعني بلدياتنا ومتى يأثر فينا. ادرس تعال ادرس ما تخافش انا مش هزيك، انا لو عاوز ازيك هزيك، انا مش عاوز. انت عاوز؟ احب على قدك يا كبير، مش عاوز. زين قولي ادرس. اقول ايه؟ الناس دي هذيلا ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس اقول ايه وانا اقول على طول. بوه. وانت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلتليش. انا اقول لك اللي قلت له عليه وما قاله لكش. قول دلوق. جوني وجماعته عم يطبخوا في حاده بقالهم شوي. ايه هي حاده؟ تفتكر ايه هي؟ ظاهر ان صحتك جت على المية وجو المصايف يا هدرس فزاع. امري جلابك. اقول 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 قناه سيدوني اعملوا قناه عتاجي على التلفزيون. قناه ويطلع التلفزيون والحاجات دي. ها اسمع يا هدرس، لو فتحت خشمك بكلمه واحده اخلي اكبر حته في قدك ده، ولا ليه انا هديك عينه مؤقتك ده عشان تفكر مليون مره قبل ما تفتح خشمك. يا اشرف قوم يا كبير اعمل الصح. تعمل يا كبير. بلاش الصح يا كبير، بلاش الصح يا كبير. اعمل لي قناه اعمل لي عشرة. يعني هنعمل ايه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده تعدش وحصلني على الدوار. امر جلابك. اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. امر يا كبير. انا عاوز اطلع في التلفزيون. كيف يعني عاوز تمثل؟ امثل كيف يا جاموسه؟ ما تستغباش. انا عاوز يبقى لي قناه كيف القنوات اللي بتجي على الدش دي. بسيطة يا كبير. بسيطة كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك. هتطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي، وكده القناة هتجي في التلفزيون؟ هتجي يا كبير والمزاريتا كلتها هتشوفها. حقها يا بسيوني لو عملتها هيبقى لك الحلاوة. عيب يا كبير، ده أنا بسيوني سات اللي دخلت الأوروبي واجي يجيب لي. أنت هتتنطط ياد ولا إيه؟ قصروا. الموضوع ده هياخد في يدك قد إيه؟ أسبوعين بكتيرة وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير. اللهم صلي على النبي. اسمع ياد، الموضوع ده لازم يتم كتيمي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضو همسكك السلك عريان. هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man, I can't wait. اخيرا بكره هاخد خطوه جديده في مشواري الاسطوري في المزاريطة. عيب عليك يا جوني، انا عمري وقعتك؟ انت مالك بالموضوع؟ انت كل ما اعمل حاجه عظيمه تحشر نفسك وخلاص. انت حيلا ايه الفكره؟ ايه يا جوني كام داون في ايه؟ يا جماعه انتوا مش ملاحظين حاجه غريبه اليومين دول؟ لا مش اليومين دول، ده من زمان قوي انت مش واخده بالك. كل ما اعمل حاجه عظيمه واسطوريه يقول لي انا فيها وانا اللي عاملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدات تطلع لك؟ ايه ده انت خدت بالك؟ باينه قوي بصراحه. بصي انت خفت شوكليت وعصبيه بجد. لا حاجه تانية. ايه انطقي يعني. الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينط لنا كل شويه كده زي عوايده. هو تلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه والحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو، بليز ما تسيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي. فيزو يا عيني عليك يا ولد ابوي، يا عيني عليك. عمن يحرت في مية ما داريش باللي هيحصله لما تنزل قناة الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد ولا ايه؟ ناوي بس في الوقت الصح اللي هو ميت الوقت الصح ده. ما تشغليش بالك انت يا هديه،
انا عاوزك تركزي زين في البروجرام السبوعي اللي حنحطه في القناه عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على راي المدعوك ده يوم جامد جدي. توماس ها شكلي ايه بيرفكت ستايل ها؟ طب قول لي الساعه باينه كده؟ باينه ها؟ اوكي ايه؟ اقفش عشان ابقى جان؟ لا 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 انا عايز ابقى انا فانكي وايلد فاهم؟ ما تتدخلش في الملكش فيه همشيك. اوكي يلا يلا ستاند باي 5 4 3 2 1. صباح الخير يا مزاريتا. صباح اشتاط. النهارده يوم ميلاد قناتكم الفضائيه الجديده الجامده جدي مزاريتا تي في. هتروشكوا وتفرفشكوا وفي مشاكلكوا هتحللكوا مع مزاريتا تي في. المزاريتا بقت على الخريطه. ايه عيد؟ مش عيد تاني. مش عيد تاني. مش هتديني اداء. انا عملت ده وخلاص خلص الموضوع. مش ممكن. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد برنامج الست الفت. النهارده اولى فقراتنا هي فقره الاكل، وطبعا كلنا بنحب الاكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببه. والنهارده هنحضر اكله بسيطه جدا وهي فطيره البروكلي بالرمان. وانا عارفه ان الاكله دي كل الاطفال دايما بيطلبوها منكم، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، ودايما بيشتروها من بره. بس لا، نقول نو ونعمل ستوب ان ذيس بوينت ونخاف على صحة أولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم. إحنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها إن البيبيز بتاعتنا ياكلوا من بره. إحنا هنا بنعمل كل حاجة في بيوتنا بإيدينا النظيفة، والمقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وموجودة في أي سوبر ماركت. والمقادير هي 1/2 كوب أوف زيت زيتون، 3 حبات رمان، بصلتين مبشورين، و بيض وملح بيدوب في نص كوباية مية دافية والدقيق وطبعا البروكلي. والبروكلي ده ايه؟ مش هو الكرات اللفت من غير مية. نقول المقادير مرة تانية. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة اللي بتحبها كل ست، عرض فظيع بل فوق الفظاعة من كل دافلهات العالم لخطوط الموضة لعام 2010. هيعجبكم جدا. الا هي الطوطه يا دي يا زوين. ده شكله بده كاس العالم للمقتبيه. طب خلص خلص قبر يلمك. But now that I've had time to absorb it, loving this. It's all working out. Yeah, I didn't throw any of that out. It's all working out. Me and Charlie, you two. You know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, mom uses her zygodactyl feet, that means 2 toes facing forward and 2 facing backward, to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created. قروا في قرفكم. يمين بالله العيال دي لوزرز. أكبر لوزرز يا كبير. هي العيال دي هتيرة ولا إيه؟ عاملين برنامج عن السحالي والإبراص. دول مالين البلد، إحنا بنجيبهم من الحيطة بالشبشب. لا ولا البت أشلي. جايبة لك نسوين كأنهم نازلين من الفضاء وتقول لك قاليه موضة. بس ما تقوليش نسوين. على رأيك يا كبير. هي دي نسوين. فين الست إليسا؟ والست هياتم؟ وال شوفي عم يعملوا كيف بنجح. شوفي شوفي. على فكره دي مسروقه. مسروقه منين؟ بنت ماي راي اللي هو انا ده بتاع العيل العفش اللي هيغني راب اللي اسمه اكزيبت اللي عم يعمل الدين. صح. اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الاحلام. البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار.
احنا عملنا بحث لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطة وكل القرى المجاوره هي الحمار. بس ليه كل الحمير تقليديه؟ ليه كلهم يا ابيض يا جراي ليه ما فيش حمار مميز؟ ومن هنا بقت دي فكره البرنامج، ان احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الاحلام. وفي حاله عندنا اللي هي مشمش، قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي اهو، وصاحبه اسمه عم سعيد. تعالوا نشوف الحكايه. ان مشمش عندي من هو عيل صغير، ربيته واعتبرته عيل من عيالي، بيجي في معزه عيل من عيالي. ومن سنتين ثلاثه حصل ان مشمش اتشقلبت احواله، ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الارض وحوشه. والمهم قلت لازم القى حل للمشمش. عرفت ان سجوني عامل برنامج في القناه بتاعته، قلت اروح لسجوني يمكن يلقى لي حل. ولما جيت لسجوني وديت الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمده جوني يعني، وربنا يسترها ان شاء الله. وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ، عشان هو اول مشارك معنا في برنامجنا حمار الاحلام. عم سعيد، السلام عليكم يا عمتي. What's going on brother؟ بومبو تمام. How you doing؟ تمام. جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز إن شاء الله. أعصابك حديد؟ والله رجلي ما شايلانيش، بس يلا ربنا يستر. 3 2 1. إيه ده كله؟ إيه اللي عملته في حمار؟ يا ولاد العبيطة، شفتي عملية؟ يا ساتر. إيه يا عتير أنت؟ تدخل سويقة في حريم. العفو جنابك، حاجة مهمة. الواد بسيونيسات هيبلغ جنابك إنه خلاص كله تمام التمام، عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي، ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل تلفزيونه في المزاريطة. عفارم عليك يا بسيوني، هذا فزاع. أمر جنابك. عاوزك أول ما الليل يليل، ما إحنا بالليل، أول ما الناس تنام ارتحت كده تنزل تبذر البلد كلها بوسترات وفلايرز. ايه الفلايرز دي؟ فلايرز يا بروشور. آه. انا عاوز اول ما الناس تصحى الصبح تلقى اعلانات قناتي الكبير مغرقه كل مكان. امن جنابك هيحصل يا كبير. فزاع. ايه طير انت. ايه كل البوسترات دي؟ وين المكتوب ده؟ تشوفها تزبطك تقلبها نعبطك. العجل فطمه؟ ايه ده كمان كاتب فوق K1. K1؟ K1 يعني ايه؟ قناة الكبير 1؟ K4 كبير؟ يا يا ابن اللعيبة. لا 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 اوعى تقول لي ان ده اعلان قناة، ده اخره اعلان دروس تقوية، رضا زينهم ملك الكيمياء. لا 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 لا، وبعدين الباك جراوند وحش جدا والستايل زبالة، وايه الكلام المكتوب ده؟ انت عارف اكتر حاجة مضايقاني ايه؟ ايه؟ مش انه بينافسني، انه قلود مالوش ستايل، قالو وانا بي زيه زي هدرس زي بقيه البلد كلها. ما هو يا جماعه مش معنى ان انا ستايلي جامد جدا وشكلي روش الناس كلها تقلدني. طب ما انت هو صاحبي بقالك كتير وليك ستايل تاني. لا بس مفيش حد قلدني. ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي، يعني جامد بس مش جامد قوي. اوكي. على فكره السلوجان ده ينفع راب جامد جدي. بص تشوفها تظبطك اه تقلبها نظبطك اجي تشوفها تظبطك كما تشوفها تظبطك اه تشوفها تظبطك. توماس انا مصدوم، لا بجد مصدوم. انا في الاول كنت فاكر ان هدرس بس هو الوحيد القلود، طلع لا الكبير كمان، ده ناقص يحلق شنبه ويشيل العمه ويعمل راسته زي، مش ممكن يعني. انا خايف بجد انام في يوم واصحى الاقي البلد كلها جوني. انا جت لي فكره برنامج حلو قوي ممكن نحطها في القناه. ايه؟ بي يور سيلف. حلوه جدا. استنى بقى بي يور سيلف ايه ده؟ تفتكر الكبير كان عامل برامج شكلها ايه يعني؟ اكيد حاجات يعني كاتيانا اكيد. اكيد يعني ممكن يقلد الثمانينات مثلا. يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل. عارف الورده اللي الموجي بيجيبها يمين وشمال. حبيبتي اشتقت اليك. لا ريلي اشتقت اليك متاجي. عارف ممكن يكون عامل ايه كمان؟ ايه؟ برنامج منوعات ويسميه كره سهر. تفتكر الكبير يكون جايب مين مذيعين يعني؟ أكيد مش هجيب منى شاذلي. شور يعني، بس ممكن يجيب حد من الغفرة بتوعه. أشرف. أشرف.
وياخد اشرف بقى يعمل بيه برنامج اشرف حول العالم كل يوم مغامره في غيط شكل يعني مره غيط مانجا مره غيط موز مره غيط لوز حول علمك بقى البرنامج ده هيبقى حصري على القناه حصري يا حصري بقت موضه اصلا ده احنا هنشوف ايام ضحك جدا بس تعرف يا معلم احنا ربنا بيحبنا موت ليه بقى ليه عشان احنا من جوه طيبين بجد وكيوت حقيقي يعني سبحان الله ربنا بيخلق الحاجه الحلوه وعشان تحس بجمالها وحلاوتها بيخلق جنبها الحاجه يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشوك الاثنين تين بس